على التليفون سيادة المحافظ اللواء خالد شعيب، برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا أهلا بيك يا شريف، وتحياتي ليك ولكل مشاهدينا في الكرام. تحياتنا لحضرتك وللمحافظة وحمد لله على سلامة الجميع. ممكن حضرتك تدينا فكرة عن كمية المية اللي ظهرت في الساعات الأولى النهاردة، وهل تم نسحها بالفعل ولا لسه؟ هو طبعا يعني الحمد لله، طبعا هي كمية مية غير مسبوقة، يعني حتى اللي حصل قبل كده السنة اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت كان كبير، إنما المرة دي أكبر بكتير جدا جدا. كمية مية جاية من الجبال ورا خالص على مسافة 42 كيلو، جاية منقولة المية نقل. فوصل طبعا عندنا، دخلت على اربع وديان في وقت واحد. ايوه. والاربع وديان اتملوا ميه، واثنين وادي في كيلو اربعه، واثنين وادي في خروبه ووادي الرمل. انا بطمن سيادتك الحمد لله، خروبه ووادي الرمل الحمد لله يعني كده سيطرنا عليهم تمام، وحولنا مسار الميه، وبدات الميه تنقشع، وبنعمل وشدة تراكمات الميه، وان شاء الله الصبح هنخش بقى على الشوارع الضيقه والاماكن اللي جوه عند الناس يعني. طب بالنسبه لمسارات الكهرباء وتامين خطوط الكهرباء علشان ما يحصلش اي يعني لا قدر الله اي حوادث؟ طبعا احنا اي منطقه فيها ميه او في حاجه كده على طول بنقطع على طول الكهرباء مباشره، وعارفين الناس عشان سلامتهم وسلامه اولادهم. فانا قاطع الكهرباء تماما، حتى انا واقف دلوقتي وقت كيلو اربعه حاليا، قاطع الكهرباء حتى من الاعمده اللي موجوده في الشارع. احنا دلوقتي موجودين في كيلو اربعه، وهو ده فيه الميه لسه كانت موجوده. ايوه. بنحاول ننقل الميه ونشيل تراكمات تجميع الميه. وطبعا يعني معالي رئيس الوزراء معانا على طول، واستاذ وزير التنميه المحليه معانا على طول، بعض المتصلين معانا. جالنا دعم من محافظه البحيره، وجالنا دعم من اسكندريه، وفي دعم في السكه جاي من الجيزه. هل كل العربيات دي حضراتكم محتاجينها عشان تتعاملوا مع كميات الميه؟ عشان كميات الميه، وبنقلها من عشان نوديها من ناحيه البحر، تشعل البحر، او بنوديها في اماكن مفتوحه تخش فيها الميه. عايز يعني دايما الفرق كبير ما بين توقعات هيئه الارصاد. دايما هيئه الارصاد بتقول لنا احنا بننسق مع الحكومه ومع المحافظات ونبعت لهم الانذارات. في فرق ما بين الانذارات اللي خرجت من هيئه الارصاد وما بين كميات الميه اللي نزلت؟ طبعا، لان الكميه دي كانت يعني غير مسبوقه، ويعني مش عايز اقول انها مفاجاه بالنسبه لنا، يعني مش مطر، ما كانش مطر، ده كانت ميه منقوله جايه. ايوه. بس فالحمد لله يعني دلوقتي احنا شغالين، واحنا موجودين حاليا دلوقتي في كيلو اربعه، الناس كلها معانا وكلنا شغالين، والميه الحمد لله بدات ايه يعني تظهر، يعني البردوره كانت متغطيه كلها بالكامل، العربيه كانت نصها، كل ده اتشال دلوقتي. ايوه. البردوره بانت، وبدا يعني ان شاء الله على الصبح كده باذن الله تعالى يكون باذن الله الموقف احسن واحسن واحسن باذن الله تعالى. نتمنى ذلك ان شاء الله. الاماكن اللي كان فيها، اتفضل يا فندم، كان فيها يعني